أهلا بكم، والبداية مع العناوين. شهداء في اعتداءات للاحتلال على غزة، والمقاومة تدك المستوطنات والمواقع العسكرية للاحتلال. جيش الاحتلال يعترف بفشل محاولتين لاغتيال قائد أركان القسام منذ بداية العدوان، وعدد من قادة حماس. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة، ويغلق سلواد غداة يوم دام في الضفة الغربية. تظاهرات في العديد من دول العالم تنديدا بالصمت الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية ودعما لخيارات الشعب الفلسطيني. استشهد 4 فلسطينيين في حيي الرمال والشيخ رضوان في قطاع غزة من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 10 أيام. في المقابل استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 6 قواعد جوية إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وهي حتسور وحتسريم ونفاتيم وتلنوف وبالمخيم ورامون. بدورها أعلنت سرايا القدس قصف موقعي نرعوز وصوفا بقذائف الهاون، أما ألوية الناصر صلاح الدين فأكدت استهدافها موقع صوفا العسكري شرق رفح برشقات صاروخية. لا تكاد صفارات الانذار تهدأ في سماء المستوطنات والمدن الإسرائيلية من جراء استهدافات فصائل المقاومة، وفي هذا الإطار نشرت كتائب القسام مقاطع مصورة لإطلاق قذائف الهاون استهدفت بها مواقع للاحتلال الإسرائيلي على طول حدود غزة، من بينها موقع كرم أبو سالم العسكري وتجمعات لقوات الاحتلال شمال قطاع غزة وشرقه. كما عرضت سرايا القدس صورا لبعض قدراتها الصاروخية متوجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بالقول: قدراتنا بخير ولدينا المزيد ومستعدون لمواجهتكم أشهرا طويلة. كتائب شهداء الأقصى لواء العمودي أكدت أن ضرباتها لن تتوقف حتى تسلم القدس من جرائم الاحتلال. الكتائب عرضت مقاطع مصورة لعمليات إطلاق القذائف الصاروخية والهاون باتجاه عدة مواقع عسكرية، إضافة إلى استهداف مدينة عسقلان. قسما ما تهدى بارودي إلا أرجع أرض جدودي على عهد الشهداء يا فتح لواء نضال العمودي. قسما ما تهدى بارودي قسما ما تهدى كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عرضت مشهدا لقصف عدد من المستوطنات.
هذا واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي بفشل محاولة اغتيال قائد القسام محمد الضيف مرتين منذ بداية العدوان، كما اعترف أدرعي بفشل اغتيال ما لا يقل عن 7 من كبار مسؤولي حماس. المزيد حول آخر التطورات في غزة ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد شلدان. أحمد مرحبا، أين يتركز القصف الإسرائيلي في غزة؟ يمكن أن تلخص لنا أبرز التطورات. نعم، فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي هو في كل مكان في قطاع غزة، لا يوجد منطقة يتركز عليها أكثر من المنطقة الأخرى. قبل قليل وفي شارع الصناعة في غرب مدينة غزة أو جنوب مدينة غزة دمر الاحتلال الإسرائيلي عبر طائراته منزلا لأحد المواطنين. طبعا نحن بانتظار التفاصيل حول هذا المنزل لأن الغارة شنت قبل دقائق معدودة من الآن باتجاه تلك المنطقة، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات أخرى في مناطق مختلفة في جنوب القطاع. في حي الأمل أيضا دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في تلك المنطقة، ولكن ما يميز أو الاحتلال ركز في هذا اليوم على استخدام سلاح جديد وهو إطلاق القنابل الدخانية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حتى أن مدينة غزة وفي بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية تشهد تكثيفا لإطلاق القنابل الدخانية. الآن سنشاهد أن المناطق الشرقية لمدينة غزة أطلقت عليها الكثير من القنابل التي جعلت أعمدة الدخان تتصاعد من شرق غزة، إضافة إلى أن مناطق شمال القطاع وجنوب القطاع أطلقت القنابل. فيما يتعلق بشمال القطاع، القنابل الدخانية أدت إلى نشوب حرائق في العديد من الأماكن والعديد من الأراضي، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال من وراء إطلاق هذه القنابل، أي نشر حرائق أكبر قدر ممكن من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هناك العديد من وردت إلينا معلومات الآن حول أن صفارات الإنذار دوت في موقع كرم أبو سالم العسكري نتيجة قيام المقاومة الفلسطينية بإطلاق قذائف الهاون وكذلك قذائف القصيرة المدى من طراز 107. فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية أيضا، قبل قليل قامت طائرات الاحتلال بقصف بئر المطاحن التابع لبلدية القرارة في جنوب القطاع، ما يعني أن الاحتلال لا يسعى فقط في تدمير البنية التحتية إلى قطع إمدادات أو قطع إمدادات الكهرباء أو الاتصالات، بل أيضا حتى قطع إمدادات المياه عن المواطنين. هذه الآبار تعمل على تزويد المواطنين في مناطق مختلفة بالمياه، والآن الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسته القائمة على معاقبة الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم الحرب بشكل كامل، يقوم قبل قليل باستهداف بئر في منطقة القرارة في جنوب قطاع غزة وتدمير هذا البئر، إضافة إلى تركيز القصف المدفعي في مناطق شمال قطاع غزة وتحديدا بيت حنون وكذلك في منطقة بيت لاهية. هذا القصف المدفعي الذي يقوم به الاحتلال يأتي متزامنا مع استمرار تحليق الطيران في مناطق قطاع غزة، سواء الطيران الاستطلاع أو طيران الحربي، وتدمير العديد من المنازل. منذ الصباح تم تدمير عدد من المنازل، يعني قبل قليل في شارع الصناعة، وأيضا قبلها في حي الأمل بخان يونس، وأيضا في الحي الإماراتي في جنوب القطاع، وغيرها من الأماكن التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بتدمير العديد من المنازل. أما عن الشهداء، فالشهداء هم 3 استشهدوا في استهداف شقة سكنية في شارع الشهداء في مدينة غزة، وأيضا شهيد آخر ارتقى في حي الشيخ رضوان، وهو الزميل الصحفي يوسف أبو حسين مذيع في إذاعة صوت الأقصى المحلية، تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف منزلي وانتشل من بين الأنقاض، وهذا تأكيد جديد على أن الاحتلال الإسرائيلي في حربه التي يشنها على قطاع غزة يستهدف كل شيء إلا المقاومة، لأنه يعجز عن الوصول إليها، لذلك فهو يقوم بتركيز قصفه على المواطنين الأبرياء العزل وكذلك قصف حتى الصحفيين، إضافة إلى تدمير مقراتهم وتدمير معداتهم. إحصائية وزارة الصحة منذ الصباح تقول بأن 219 شهيدا فلسطينيا ارتقوا في اليوم العاشر للعدوان، إضافة إلى إصابة حوالي 1500 مواطن حتى هذه اللحظة. طيب أحمد، هذا فيما يتعلق بالحصيلة عدد الشهداء والجرحى، في مقابل كل هذا التصعيد الإسرائيلي والغارات المستمرة على قطاع غزة في كل أنحاء غزة، المقاومة الفلسطينية كيف ردت؟ ما هي أحدث القصف الذي طاول مستوطنات في غلاف غزة وأيضا باقي المدن الإسرائيلية؟
نعم، هذا عدوان قد يطول، لا أحد يعلم إلى أين يمتد. لذلك المقاومة تخوض معركتها باقتدار وبحكمة وأيضا بمد وجذر، بمعنى أنه في بداية العدوان كان هناك إطلاق تدريجي للقذائف الصاروخية من قطاع غزة، ووصل ذروته عندما قام الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف استهداف الأبراج السكنية، وتحديدا الأربع أبراج التي دمرها، وهي برج هنادي وبرج الجوهرة وبرج الشروق وبرج الجلاء. وللعلم الأبراج الثلاثة الأخيرة التي ذكرتها تحتوي على العديد من المكاتب الإعلامية والقنوات الفضائية. بلغت ذروة ردود المقاومة عندما أطلقت كتاب القسام صاروخ عياش 250 باتجاه مطار رامون في جنوب فلسطين المحتلة. ثم فهم الاحتلال بعدها الرسالة، وهي أنه أمام كل برج سكني يتم تدميره في قطاع غزة ستكون تل أبيب تحت مرمى مئات من صواريخ المقاومة التي تدك مدن الوسط، وسط فلسطين المحتلة، سواء تل أبيب أو القدس. ولذلك هذه السياسة يبدو بأن الاحتلال في وارد التراجع عنها، أي سياسة تدمير الأبراج السكنية مع التركيز على استهداف شقق سكنية معينة داخل هذه الأبراج، وهذا ما حصل في برج القاهرة وما حصل في برج الأندلس غرب مدينة غزة وبرج الأندلس الآخر في شمال مدينة غزة. شكرا لك على كل هذه المعلومات أحمد شلدان، طبعا سنعود إليك فور ورود أي جديد. شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شاب للميادين على أن معركة سيف القدس لن تنتهي إلا برفع الاحتلال يده عن القدس وأهلها. شاب أكد أن المقاومة الفلسطينية تريد تكريس معادلة جديدة تضيفها إلى معادلات الاشتباك التي حققتها، وهي معادلة القدس. المقاومة لا تتأثر بتلك الضربات، هذه الضربات نعم هي ضربات مؤلمة، ضربات للمدنيين، هذه جرائم ترتكبها إسرائيل على مرمى ومسمع من العالم أجمع، وهذه الجرائم تتم بدعم أمريكي وبتواطؤ من بايدن شخصيا في ذبح الشعب الفلسطيني وفي التآمر على المقاومة الفلسطينية. لا، اطمئنوا، المقاومة بخير، والمقاومة لديها قدرة على الصمود لأشهر طويلة، لأيام طويلة، لأسابيع طويلة. سنذهب إلى هذه المعركة إلى حيث تنتهي في القدس. نحن قلنا بشكل واضح حتى تنتهي هذه المعركة لن تنتهي إلا بشرط واحد أساسي اقترحته المقاومة، وهو أن يكف الاحتلال يده عن القدس وأهلها. القيادي في حركة حماس مشير المصري أكد أن رهان إسرائيل على عامل الزمن هو رهان خاسر، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لمعركة طويلة. نؤكد بأن معركة سيف القدس هي معركة مستمرة بلا هوادة، وأن رهان العدو على عامل الزمن وكلفة الثمن هو رهان خاسر، فالمقاومة جاهزة لمعركة طويلة وممتدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن استهداف العدو الصهيوني للأبرياء والأطفال والنساء إنما هو دليل على إفلاسه في بنك أهدافه المدعى، كما أننا نؤكد بأنه لا تهدئة مجانية، وأن أي حديث عن أي تهدئة هي باستحقاقاتها وشروطها، وعلى أن العدو لن ينعم بالأمن ما لم ينعم به شعبنا وأقصانا. من جهته قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي إن الحركة اتخذت قرارها بتفعيل العمل المقاوم، واصفا في حديث إلى الميادين ما يجري في غزة بأنه جريمة حرب. حركة فتح اتخذت قراراتها برضو تصعيد المقاومة وأيضا العمل السياسي، بحيث أنه هناك طلب من الاتحاد الطيران الدولي بأن يفرض الحجز على الطيران الإسرائيلي، بحيث أنه هذا الطيران يقوم بقتل الأطفال والنساء في غزة، وغزة العزة هي جزء أصيل وهام في الحياة الفلسطينية، وما يجري ضدها الآن من تدمير البنية التحتية ومن القتل العمد لدولة تمتلك تكنولوجيا وبتحدثوا كل أصدقائها عن حقوق الإنسان وبتلقوا إيدهم بهذا الشكل، هذا جرائم حرب. مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر أكد أن المقاومة لن تقبل بأن يفرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطه، كاشفا عن اتصالات جرت مع المقاومة تؤكد أن الشعب الفلسطيني بكامل الاستعداد للاستمرار في المعركة أشهرا. من خلال اتصالنا مع رفاقنا على أرض قطاع غزة، ومن خلال أيضا التواصل مع الإخوة في حركة حماس والجهاد الإسلامي، شعبنا الفلسطيني في الداخل في قطاع غزة، وهذا قيل لنا بوضوح،
شعبنا على كامل الاستعداد أن يستمر في هذه المعركة لأسابيع ولأشهر، وقالوا اطمئنوا سنستمر بالمقاومة ولن يتمكن الكيان الإسرائيلي من أن يفرض علينا أي شروط. انضم إلينا من النقب عضو المكتب السياسي في حركة كفاح عبد الكريم عتيقة، ومن بيت لحم بسام أبو عكر الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عبد الكريم من النقب. إذا كما تبعنا كل الفصائل الفلسطينية تتوحد على موقف واحد، وهو تفعيل العمل المقاوم ومواجهة هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وكل الفصائل تقول أنها مستعدة أو وهي جاهزة لأن تصمد أشهرا طويلة في حال استمر هذا العدوان الإسرائيلي. أمام هذه الكلمة الواحدة وهذه الوحدة الفلسطينية على كل الجبهات، ما هي خيارات الاحتلال؟ نحن أيضا جزء من النقب، وأرض النقب هي 65% من مساحة فلسطين التاريخية، هدروا أهلها وهدروا ما يقارب 90% إلى خارج حدود الوطن، وبقي 10% لليوم بشكل حوالي 300 ألف مواطن، منهم يسكنون في قرى أقامتها الدولة من أجل جمع عرب النقب على أقل ما يمكن من مساحة أرض، ووضعتهم في هذه القرى دون أي بنية تحتية. شعبنا في عام 2000 هب نجدة لهبة الأقصى، واليوم أيضا هب شعبنا منذ اليوم الأول للاعتداء على قطاع غزة، وقبلها مع الاعتداء على القدس وعلى الشيخ جراح. نحن جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، ونحن التحمنا في هذه المرة بكل ما نملك من قوى من أحزاب وتيارات ومؤسسات، ونقول للعالم كله لن نترك شعبنا وحيدا، لن نترك غزة لوحدها، ولن نترك القدس لوحدها. شعبنا التحم بوجه هذه العصابات التي تسير يوميا، هذه العصابات التي أطلق لها العنان بنيامين نتنياهو وحكومته الفاشلة بأن تقوم وتعيث فسادا في اللد، في الرملة، في يافا، في القرى، في حيفا، في القرى المختلطة. هذه بأوامر من المؤسسة الإسرائيلية أن يذهبوا بباصات وبحافلات ليعيثوا فساد لترهيب وتخويف شعبنا. شعبنا لن يخاف، ولكن لو قمنا نحن كجماهير عربية في هذه البلاد بالتنظيم أنفسنا والذهاب بحافلات إلى المدن اليهودية لنعيث فيها فسادا لتم اعتقالنا على الفور، ومن الرسالة الأولى الدولة تنظر لنا بمنظار أمني وبمنظار عدواني. نحن نمتلك الهوية الوطنية الفلسطينية، ونحن جزء من شعبنا، وسنحافظ على هويتنا هذه أمام كل القطرسة، ولن نعطي أحد أن يراهن علينا لنذهب نحو الأسرلة وذوبان هويتنا. هويتنا الوطنية هي الأساس، وهي الهوية الفلسطينية والتي نعتز بها. نحن جزء من هذا الشعب، نتألم ما يتألمه أهلنا في غزة، ونتألم ما يتألمه أن الجيل الشاب الذي خرج إلى الشوارع من جيل 13 وطلع لفوق، كل طلع على الشوارع نتيجة أنه تحرك بدون إذن من أحد، لا من أحزاب ولا من حركات ولا من تيارات، بل دمه ومشاعره وانتماءه الوطن الفلسطيني هو من حركه وأخرجه إلى الشارع. طيب. وسنستمر وسنواصل النظام حتى ينال شعبنا كافة حقوقه غير منقوصة. قبل أن أنتقل إليك أستاذ بسام أبو عكر من بيت لحم، اسمح لي أن نذهب إلى غزة من جديد وإلى مراسلنا أحمد شلدان. يبدو أن هناك تطورات جديدة وهناك قصف إسرائيلي يستمر في هذه الأثناء. أحمد؟ نعم، القصف على الجهتين، بمعنى أن هناك قصف إسرائيلي رصدناه الآن على الهواء مباشرة، وهو عبارة عن غارة قامت بها طائرة حربية إسرائيلية في منطقة شمال غرب مدينة غزة، على ما يبدو بأن استهدفت هدفا ما. هذه الغارة شنت بالقرب من موقع السفينة أو خلف أبراج المخابرات كما تتضح من الصورة. هذا فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية التي تشن حاليا على قطاع غزة. على صعيد آخر، غارات
ردود المقاومة على هذه الغارات. قبل قليل أعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن قصفت مستوطنة نير عوز بعدد من قذائف الهاون. طبعا هذا الأسلوب أو هذا التكتيك استخدام قذائف قصيرة المدى هو ما تعتمده الفصائل الفلسطينية منذ الأمس تقريبا، حيث تركز على استخدام قذائف الهاون التي أدت بالأمس إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين. وبالتالي منذ الأمس وحتى اليوم عشرات قذائف الهاون وصواريخ 107 وصواريخ كيو 20 أطلقت من قطاع غزة، سقطت على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بل التركيز كان أكثر على تجمعات الجنود الإسرائيليين لحرمان. الآن طبعا نرصد وجود رشقة صاروخية من قبل المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. هذه الرشقة يبدو أنها تستهدف تجمعات الجنود الإسرائيليين في المناطق المحيطة بالقطاع، وذلك لحرمان الجيش الإسرائيلي من حرية الحركة ولتكبيده خسائر بشرية ومادية كبيرة. طيب أحمد، نعود إليك في حال ورود أي جديد. من جديد ننتقل إلى سيد بسام أبو عكر، الباحث في الشؤون الإسرائيلية من بيت لحم. أستاذ بسام، إذا كان هذا المشهد في غزة لم يتغير، العدوان الإسرائيلي مستمر ويستهدف المزيد من الأبنية السكنية داخل القطاع، وحتى الآن لم يتمكن الاحتلال من تحقيق أي إنجاز فعلي على الأرض ربما يستهدف قدرات المقاومة الفلسطينية. في المقابل بنيامين نتنياهو يقول أن إسرائيل ستغير المعادلة مع غزة، وهذا كلام إسرائيلي سمعناه سابقا في كل جولات التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. عن أي معادلة يتحدث اليوم بعد استمرار العدوان لأكثر من أسبوع من دون تحقيق أي إنجاز؟ أستاذ بسام، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، ربما نعود إليه بعد قليل. أعود من إليك أستاذ عبد الكريم عطيقة. إذا نفس السؤال أنقله إليك فيما يتعلق بالمعادلة التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو مع غزة، مع الفشل حتى الآن في تحقيق هذا العدوان أهدافه. يعني طبعا نحن حتى الآن نعرف ماذا حدث وماذا استطاع أن يحقق نتنياهو غير قتل الأطفال الأبرياء والنساء وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة. هذا ما استطاع أن يحققه حتى الآن، ولو هي لديه ما يغير المعادلة لأمر جيشه بالنزول إلى الحرب برية وهو لا يستطيع ذلك، ويتطاول على جماهير شعبنا وعلى أهلنا في غزة من خلال الطيران ومن خلال الإمكانيات العسكرية التي تمتلكها إسرائيل، ولا يمكن التساوي بين ما تمتلكه المقاومة غير الإرادة وما تمتلكه إسرائيل من ترسانة عسكرية معززة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر دولة في العالم مصنعة للأسلحة. لذلك إسرائيل نتنياهو يريد أن يعود الشعب ويقول للشعب لقد أنهيت حالة الفلتان في غزة وقمت بضرب المقاومة وحققت إنجازات. هو لم يحقق إنجازات لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي. هو في غزة لم يستطيع أن يعمل شيء، في غزة فشل ذريعا أمام صمود شعبنا وصمود أهلنا في قطاع غزة. هذا أعطاه أن هو لا يعرف كيف يعود إلى جماهير الشعب يقنعهم بماذا عاد لهم نتنياهو. نتنياهو عاد لهم بخيبة أمل بعملية أدت إلى زهق أرواح أبرياء من أبناء شعبنا. ماذا يريد أن يقول للشارع الإسرائيلي؟ هو كلها ما قام به وصدره من أزمته الداخلية سياسيا على حساب شعبنا وعلى حساب قطاع غزة، يظن بذلك أن شعبنا سيصمت. كل الشعوب التي تكون وترزق تحت الاحتلال تقوم بالمقاومة بكل ما تملك من ما تملكه، ولكن وهذا مضمون لهم حق شرعي. نعم. وحق في الأمم المتحدة وكل قرارات الدولية تضمن لهم ذلك. لذلك نتنياهو سيعود إلى الآن ليعيد الانتخابات مرة أخرى لانتخابات خامسة وهو يجر هذه الدولة انتخابات خامسة، وبهذا يريد أن يقول أنه حقق إنجازات. هو لم يحقق إنجازات، وكل الشارع الإسرائيلي يعترف بذلك. طيب. بأنه العملية فشلت فشلا ذريعا. تصدير أزمة نتنياهو سياسيا لم تجد له فائدة. اسمح لي أن ننتقل من جديد إلى سيد بسام أبو عكر. سيد بسام تسمعني الآن؟ نعم أسمع.
طيب هل تمكنت من سماع السؤال أم أطرحه من جديد؟ نعم. لا أنا ممكن أتحدث يعني فيما يتعلق بنتنياهو وأن لنتنياهو هنالك برامج وهنالك خطط جديدة بإمكانها تحقيق مصر مؤزر له في حربه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل وفي قطاع غزة. هذا الكلام سمعناه كثيرا في كل الجولات التي ذهب فيها نتنياهو وجيشه المهزوم دائما باتجاه شعبنا. في كل المرات كان يعود مهزوما وكان يرفع شعارات كبيرة وعريضة ومتعددة ولم يكن ولم يحقق شيء من هذه الأهداف. هذه المرة نتنياهو لم يتحدث عن أهداف كثيرة، هو تحدث عن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة. لجأ من خلال آلته الحربية وآلة الدمار الإسرائيلية إلى تدمير البنى التحتية كما لاحظنا عبر عشرة أيام متواصلة. هنالك قصف مركز وهنالك قتل وحشي ممنهج ضد الأبرياء وضد العزل وضد المدنيين وضرب للبنية التحتية وضرب للمنشآت الرسمية والحكومية والأبراج السكنية، لكن هذا يعني لن يؤتي أكله على الإطلاق. هو جرب الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني عصي على الكسر، الشعب الفلسطيني عصي على الاندحار وعصي على الهزيمة، وبالتالي كمان مرة نتنياهو سوف يتجرع كأس الهزيمة، هزيمة مرة، هزيمة هذه المقاومة الملتحمة المشتبكة المتحدة مع شعبها في كل أماكن تواجده. هذه المرة سوف يحقق الشعب الفلسطيني نصرا كبيرا ونصرا مؤزرا على هذه الآلة الوحشية، على هذه العقلية النازية، هذه العقلية الفاشية التي تقتل بلا حساب من أجل أن يهرب من محاكم وملفات من المحاكمة وملفات الفساد التي تطارده. نعم. هو يلجأ إلى إبادة الشعب الفلسطيني سواء في القدس ومحاصرة شعبنا في الداخل وممارسة أبشع أنواع العنصرية والقمع والقهر والإذلال لشعبنا ومحاصرته باتجاه دفعه نحو الهجرة والخروج من فلسطين، وبالإضافة للجرائم المتعددة والمتكررة ضد وبحق شعبنا في قطاع غزة. هذا الشعب يعلن اليوم اتحاده والتحامه واشتباكه مع هذه العقلية وهذه العنجهية وهذه الغطرسة. نعم. الصهيونية. وفي القدس شاهدنا البسالة منقطعة النظير، شاهدنا شعب حي، شعب أصلاني، شعب متمسك بحقوقه وروايته وأرضه، ولن يترك هذه الأرض، لن نزحف مرة أخرى باتجاه المنافع. هذا قرار لاحظه العالم أجمع، ولكن يراهن نتنياهو على الوقت، وأنا في تقديري عامل الوقت ليس في صالح نتنياهو، إنما عامل الوقت هو في صالح الشعب الذي يستطيع أن يصمد وتعود على الصمود وعلى التحدي. نعم، غزة الآن بدون ماء صالح للشرب وبدون كهرباء وبدون خدمات، وهنالك خطر على انهيار المنظومة والشبكة الصحية لكثرة الشهداء الذين تجاوزوا عدد 210 شهداء ومئات، إن لم نقل يعني اقتربنا من الحديث عن آلاف من الجرحى، أكثر من 1500 جريح، ظروف إنسانية يعني لم تحدث، دمار هائل ودمار شامل. طيب. أحسن عن هدف ليحققه نتنياهو، هو يبحث عن قادة المقاومة، قادة المقاومة حذرين جدا. نعم. ولن يعطوا الفرصة لنتنياهو لتحقيق مأربه، وحتى لو استشهد يعني مجموعة من القادة، هذا شعب جاهز وهذا شعب قادر على التوالد وقادر على إنجاب القادة والمقاومين، لأنه شعب يقاوم. نعم. على أرضه وهو. طيب. شعب أستاذ ليس دخيلا على هذه. أستاذ بسام وأستاذ عبد الكريم، اسمح لي أن نتوقف مع هذا التقرير عما جرى يوم أمس في الضفة الغربية خلال الأضراب الذي عم كل المناطق هناك، ومن ثم نعود لمتابعة حديث معكما. إذن أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية المدخل الرئيسي لبلدة سلوات شمال رام الله بالمكعبات الإسمنتية، فيما قامت بحملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية. الضفة كانت أمس مسرحا لتظاهرات ارتقى خلالها 4 شهداء بنيران الاحتلال. نسرين سلمي.
غضبا اشتعلت فلسطين المحتلة، التظاهرات عمت مدن فلسطين من النهر إلى البحر، الآلاف خرجوا إلى الحواجز العسكرية، رشقوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات وهتفوا لفلسطين. قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز، لكن الغضب الفلسطيني لم يهدأ. عشرات الإصابات سجلت في صفوف الشبان، بعضها وصف بالخطر، فيما استنفر الاحتلال قوته عند مداخل المدن والقرى الفلسطينية وأغلق بعض مداخلها بالسواتر الإسمنتية والترابية. لكن الإصرار على دعم المقاومة ورفض العدوان بقي عنوانا لكل التحركات الفلسطينية. رسالتنا تأكيد على أولاً على التفاف شعبنا حول حقوقه وحول خيار المقاومة وسيلة وأساساً في مواجهة الاحتلال. الشعب موحد في الوطن وفي الشتات ليقول لن نتوقف حتى إنجاز حقوقنا. آلاف الفلسطينيين كانوا قد خرجوا في مسيرات غاضبة في وسط المدن الفلسطينية، أكثرها حشدا في رام الله. المتظاهرون هتفوا للقدس والوحدة الوطنية، وأكدوا أن مسيرات الغضب هي تعبير عن قوة فلسطين التي حاولت إسرائيل مرارا كسرها. الآن الشعب الفلسطيني موحد بكل مكوناته في الضفة والقطاع والقدس والخارج والداخل، يذكرنا بأن نضالنا اليوم لم يعد مقتصرا على إنهاء الاحتلال، بل على إسقاط كل نظام الأبرتايد والتمييز العنصري في كل فلسطين التاريخية دون استثناء. وكان الإضراب العام قد عم أنحاء مدن فلسطين كلها توحيدا للموقف الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس. تظاهرات الفلسطينيين أسقطت كل محاولات إسرائيل لتقسيم الفلسطينيين، وأثبتت أن الغضب على جرائم الاحتلال وحد الفلسطينيين من النهر إلى البحر. نسرين سلمي من الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الميادين. عود من جديد إلى ضيفنا من النقب عبد الكريم عطايقة. إلى جانب رد المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر، الفلسطينيون يوم أمس في الداخل المحتل اختاروا أي يقوموا بهذا الإضراب الشامل، وكان هذا الإضراب غير مسبوق، لم يكن مجرد يوم عطلة، كانت هناك حركة شبابية لافتة خلال هذا اليوم. ما هي أهميتها في ظل استمرار العدوان، وكيف تساند أهل غزة في ردهم على جرائم الاحتلال برأيك؟ يعني هي مشاركتنا في الإضراب والفعاليات والنشاطات والمسيرات التي تجري في الداخل الفلسطيني لعرب 48 عرى الفلسطينيين الأصليين هي ليس تضامن مع شعب، بل هي التحام مع شعب، وهي جزء من هذا الشعب تلتحم معه في ظل المعارك الشرسة التي يخوضها شعبنا لوحده أمام أعتى القوى العسكرية. لذلك شعبنا يتحرك بنشاطات ومسيرات وهو جزء من هذا الشعب، ويتحرك وفقا لإرادته وإلى إرادته وإرادة انتمائه الوطني الفلسطيني العروبي. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع ونصمت على هذه الجرائم وكأننا في عالم آخر نتضامن مع هذا الشعب. بالعكس، نحن جزء أساسي من هذا الشعب، جزء لا يتجزأ منه. لدينا مهجرين في مخيمات الأردن أقرباء، ولدينا مهجرين في قطاع غزة، ولدينا مهجرين في مصر وغيرها. شعبنا التأم شمله بهذه الحركة الجماهيرية. أن اتخاذ القرار بالأمس للإضراب الشامل كان خطوة نحو الاتجاه الصحيح، وإذا ازدادت هذه المعارك واشتدت هذه المعارك على شعبنا لن نترك شعبنا لوحده، بل سنواصل وسنصعد نضالنا في الشارع الفلسطيني في داخل قرانا ومدننا وفقا لرؤيتنا ورؤية شعبنا وإرادة شعبنا. طيب، أنتقل من جديد إلى السيد بسام أبو عكر، وسؤال أخير لك أستاذ بسام. المساعي التي تبذل حاليا إن كانت فرنسية مصرية وأردنية ومن باقي الجهات لمحاولة إيجاد حل وفرض التهدئة في هذه المرحلة، برأيك ما الذي يمكن أن يتمخض عنها؟ هل باتت إسرائيل مقتنعة بأن المعادلة فعلا تغيرت وعليها الرضوخ لكل مساعي التهدئة ولهذه المعادلة الجديدة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في هذه الجولة؟ أنا في تقديري هنالك ضوء أخضر أمريكي ومن بعض الدول الأوروبية التي تتواطأ مع إسرائيل والتي تتواطأ مع نتنياهو في هذه الحرب وفي هذا العدوان ضد شعبنا في قطاع غزة وفي
فلسطين المحتلة عام 48 وفي الضفة الغربية والقدس. لكن الآن نتنياهو مع هذا الضوء الأخضر من بعض الجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث بلغتين، لغة علنية أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، ولغة أخرى أن الدبلوماسية الهادئة ممكن أن تفضي إلى وقف وهدوء على جبهات القتال تحديدا بحق شعبنا وضد شعبنا في قطاع غزة. لكن حقيقة نتنياهو يراوغ، نتنياهو يتهرب من كل ما يوجه ضده من ضغط على امتداد العالم من أجل تحقيق نصر، هو يبحث عن نصر في الميدان ضد المقاومة بحق المقاومة، لكن هو يراهن أنا في تقديري على الوهم، وكل يوم تتأخر فيه هذه المعارك وهذا العدوان وهذه الوحشية وهذه المحاولات لترقيع الشعب الفلسطيني ولضربه ضربات قاسمة وقاسية ولتوجيه مقود جماهير شعبنا بدل أن تكون ضد الاحتلال ضد قيادة المقاومة وضد من هم على الأرض في قطاع غزة. هو واهم وهو يراهن على الصراط. الشعب الفلسطيني قادر على الصمود، لن يحقق انتصار بحق الشعب الفلسطيني، وكل يوم يتأخر تنضم فيه فئات جديدة لمعركة النضال ومعركة الكفاح والمقاومة في مواجهة هذا العدو الغاصب، كما شاهدنا في الأمس في الضفة الغربية وفي الداخل. شكرا جزيلا لك أستاذ بسام أبو عكا، المتحدث في الشؤون الإسرائيلية. على كل حال وصلت الفكرة ويصر على حق تقرير. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيت لحم. وأيضا أشكر ضيفنا من النقب عبد الكريم عطايقة، عضو المكتب السياسي في حركة كفاح، ويبدو أن هناك مشكلة في الصوت وضيفنا من بيت لحم لا يسمعنا. شكرا جزيلا لك مرة أخرى أستاذ بسام أبو عكر. عضو المجلس الثوري في حركة فتح جمال حويل قال إن إضراب الكرامة هو تعبير واضح عن رغبة الشعب الفلسطيني في الوحدة. وفي مقابلة مع المشهدية أكد حويل أن المطلوب هو التنسيق الكامل والمطلق بين الفصائل. ما يحدث الآن هو يستدعي التنسيق الكامل والمطلق ما بين فصائل العمل الوطني والإسلامي والقوى الحية على الشارع، لأن أي تأخير في هذا التنسيق وفي هذه الوحدة فإنها خسارة على من لا يلحق في ركب المقاومة وركب المواجهة لهذا الاحتلال. عشان هيك احنا الآن بنشاهد التصعيد والمواجهة في الضفة الغربية لنقاط الاحتلال تزداد يوما بعد يوم، وأنا أبشر الجميع بأن حركة فتح وأبطالها سيفاجئون الجميع، وكتائب الأقصى أخي العزيز لم تحل في يوم من الأيام، لكن كما كان يحدث أحيانا في العمل العسكري عندما يتأخر في المقاومة في غزة كانوا يقولوا بعض الماركين وبعض المتحدثين أين المقاومة في غزة وأين صواريخ غزة. الآن نرى صواريخ غزة ونرى المقاومة في غزة، وأنا أقول للجميع لا تستعجلوا وسترون المناضلين وأبناء كتائب شهداء الأقصى في شوارع الضفة الغربية وفي المناطق الاحتلالية يواجهون الاحتلال بقوة. ودعما لفلسطين، شهدت العاصمة اللبنانية تظاهرة انطلقت من أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا باتجاه ساحة رياض الصلح وسط بيروت. التظاهرة ضمت ألاف الفلسطينيين واللبنانيين الذين رفعوا الإعلام الفلسطيني وأعلام المقاومة ورددوا شعارات التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. نحن نقول أن هذا الشعب اليوم قد أسقط مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني. الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار، يطبع من يطبع، ولكن الشعب الفلسطيني هو من يحدد من هو الصديق ومن هو العدو. لذلك نحن ندعو كل الشعوب العربية لأن تنتفض في وجه كل المطبعين. احنا مش بمعرض التضامن ولا بمعرض الدعم وبس، نحن شركة للشعب الفلسطيني ولقضيته، وشركة بالدم وبالتاريخ وبالمسيرة وبالمقاومة على مدى سنوات، وهذه محطة من المحطات اللي عم نأكد فيها على وحدة هذه القضية.
وخلال الوقفة التضامنية في بيروت أكد أمين سر منظمة فتح في لبنان فتحي أبو العرادات أن النصر سيكون حليف أبناء فلسطين وأن نتنياهو سينهزم، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي السلاح الاستراتيجي لدحر العدو الإسرائيلي. أوصيكم بالوحدة الوطنية الفلسطينية، هذا سلاحنا الاستراتيجي الذي سيدحر المشروع الصهيوني. في الوحدة القوة، وفي الانقسام الوهن والضعف والموت، ونحن شعب يريد الحياة. لذلك أحيي كل الشهداء، وأحيي كل الفصائل التي تقاتل، وأحيي كل المرابطين وكل المجاهدين، وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. بدوره أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي أن المقاومة لا يمكن أن توقف النار هذه المرة إلا برضوخ الاحتلال شروطها كاملة، لافتا إلى أن الصواريخ ستبقى تدك العمق الإسرائيلي، موجها الشكر لمحور المقاومة والشعوب التي هبت للتضامن، لافتا إلى أن التعويل عليها وليس على الأنظمة المطبعة. هذه المرة الشروط ليست رفع الحصار عن غزة، الشروط ليست الدفاع عن غزة، إنما الشروط ترتبط بالقدس عاصمة فلسطين، ترتبط بالمسجد الأقصى المبارك، ترتبط بحي الشيخ جراح. يجب أن يلتزم العدو بأن لا يوغل في الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، هذا هو الشرط. أما الشرط الثاني فهو أن لا يستمر في السعي لطرد أهلنا في الشيخ جراح. أما الشرط الثالث فهو إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء شعبنا في كل مواجهة واجهوا فيها العدو الصهيوني. والآن نذهب إلى جنوب لبنان وإلى مارون الراس، حيث تستمر الوقفة التضامنية مع فلسطين على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مع الزميل عباس صباغ. ولكن عباس، قبل أن نتوجه إليك اسمح لي أن ننتقل من جديد إلى أحمد شلدان مراسل ميادين في غزة. يبدو أن هناك تطورات وغارة إسرائيلية جديدة. أحمد، ما المعلومات التي توفرت لديك؟ بالفعل الغارة قبل دقائق قليلة من الآن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة في منطقة جنوب مدينة غزة، بالتحديد حي تل الهوى أو قريبة من حي الشيخ عجلين. قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف هدف ما قبل دقائق من الآن، وأيضا قبل حوالي نصف ساعة كان هناك استهداف لمنزل في منطقة تل الهوى في شارع الصناعة، نقل على إثر إصابة لأحد الزملاء الصحفيين، أصيب في قدميه إصابة متوسطة وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي. كما تشاهدون الآن في الصورة إطلاق مكثف للقنابل الدخانية في المناطق الشمالية الشرقية لقطاع غزة، تتزامن هذه مع استمرار الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق رشقات كبيرة من قذائفها باتجاه شاطئ مدينة غزة. عدة قذائف أطلقتها، قذائف متتالية أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية قبل قليل. أيضا استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في دير البلح، والحديث يدور عن وجود إصابتين بين المواطنين في ذلك القصف. وفي الوقت الحالي أعلن كتاب القسام حاليا عن قصفها لأحد المواقع العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون، وهو ما دأبت عليه الفصائل منذ صبيحة هذا اليوم، إطلاق مكثف للقذائف الصاروخية باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية. والاحتلال حتى اللحظة ما زال يكثف من غاراته التي تستهدف منازل المواطنين ومنشآتهم، وكذلك تستهدف المواطنين أنفسهم. شكرا لك أحمد شلدان مراسل الميادين في غزة. نعود من جديد إلى عباس صباغ في مارون الراس في جنوب لبنان. عباس، مرحبا. الآن كيف يمكن وصف المشهد على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهل ستقام تحركات خلال الساعات المقبلة من هذا اليوم؟ نعم أحمد، مرحبا بك وبمشاهدي الميادين. نحن هنا في مارون الراس، بعد يعني قليل سيصل وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة برئاسة الشيخ ماهر حمود إمام مسجد القدس، وستنظم وقفة تضامنية هنا مع فلسطين ومقاومتها. على الحدود هدوء حتى الآن، لا تعزيزات إسرائيلية تذكر باستثناء ما تم إنجازه بالأمس من قبل جنود الاحتلال عندما رفعوا السواتر الترابية بشكل أكبر مما كانت عليه قبل بدء
العدوان على غزة. أيضا هناك تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو متوسط منذ نحو نصف ساعة من الآن. أما يعني الحدود في منطقة ناقورة فهناك وقفة تضامنية ستنظم عصرا أيضا دعما للمقاومة الفلسطينية، سيتخللها رفع رايات وغيرها بالقرب من الحدود إن لم يكن على الحدود مباشرة. أيضا في منطقة لخيام هناك وقفة لأساتذة جامعيين دعما لفلسطين وللمقاومة. هذه الفعاليات التي انطلقت قبل أسبوع تتواصل في معظم المناطق اللبنانية تعبيرا عن دعم الشعب اللبناني لفلسطين وللقضية المركزية بحسب ما أجمعت عليه الأحزاب الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية التي تشارك عبر ممثليها في هذه الوقفات التضامنية المتنقلة إن كان في العاصمة أو في مناطق أخرى، والحدود لها معنى خاص لهؤلاء المتضامنين الذين يقولون بأن فلسطين أقرب، وأن هناك يعني على الرغم من استفزازات جنود الاحتلال إن كان بإلقاء القنابل الغازية بالأمس على المتظاهرين في العديسي وهم كانوا يعني بعيدين شيئا ما عن السياج الحدودي، كان قبل يستهدفون فقط من يصل إلى الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، أما بالأمس عصرا فكان استهداف مباشر للمتظاهرين البعيدين شيئا ما عن السياج الحدودي. في الإجمال الوضع هادئ، لا تعزيزات تذكر. عادة التعزيزات والاستنفار الإسرائيلي يبدأ عند وصول المتضامنين إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. شكرا لك عبد الصباغ مراسل ميادين، كنت معنا من مارون الراس في جنوب لبنان. تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن تكون نهاية محادثات فيينا إيجابية، مشيرا إلى أن هذا سيظهر اليوم. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أشار روحاني إلى أن صمود الشعب الإيراني وتوصيات السيد خامنئي هما ما حقق التقدم في مسيرة المحادثات، مشيرا إلى أن طهران التفت على العقوبات والتصدي للظلم. أكد رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عرقتشي تحقيق تقدم جيد في الجولة الأخيرة من المحادثات. عرقتشي أشار إلى أنه تم التوافق على بعض النقاط في صياغة النص، لكن بعض القضايا الأساسية عالق ويحتاج إلى حسم. ولفت عرقتشي إلى أنه سيتم إعداد ملخص عام خلال اجتماع اللجنة اليوم. أكد السفير السوري في لبنان عبد علي عبد الكريم علي أن الكثير من الدول العربية وغير العربية التي حاربت دمشق أعاد تصحيح موقفه، ما يدل على صوابية القرار السوري في مواجهة الإرهاب، متمنيا أن تكون هذه المراجعة سريعة. حتى لو أصاب سوريا بعض الجراح من الأشقاء الذين أخطأوا في التشخيص، سوريا لا تخطئ الهدف وتسامح حيث ترى ضرورة للتسامح مع أبنائها أولا ومع أشقائها في كل مكان ومع إخوتها ومع أصدقائها حيث تكون المصلحة. سوريا ترى في المسامحة جسرا إلى البناء، جسرا إلى الإعمار، جسرا إلى النهوض، ولكن المصلحة هي القيمة العليا، ومن منطلق المصلحة أقدر أن المراجعة مفروضة على حكومات هذه الدول، وهنالك صراعات في داخل كل هذه الحكومات لتقويم موقفها وللعودة إلى صواب العلاقة مع سوريا. السفير السوري أكد جاهزية السفارة لاستقبال السوريين المقيمين في لبنان والراغبين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس، مشيرا في الوقت عينه إلى أتمام الإجراءات اللوجستية كافة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية. لذلك كما سمعت وأسعدني ما سمعته من إخوتي السوريين بكل أعمارهم بكل مناطقهم بكل تدرجات القهر فيهم، لأن نسبة كبيرة من هؤلاء يحاصرهم الحصار الاقتصادي الجائر الظالم الأحادي الذي فرض على سوريا وفرض على لبنان وفرض على المنطقة. هؤلاء السوريون
أسعدني أنهم جاءوا ينتخبون برغبة ويعلنون حماستهم للقدوم إلى سفارتهم كمركز انتخابي وحيد في هذا البلد العزيز. جاءوا ينتخبوا أمانهم، كرامتهم التي افتقدوها خارج سوريا. أدركوا حجم الخسارة التي أصابتهم جميعا. تقدم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبي من رئيس البلاد كتابا يطلب فيه إعفاءه من مهمات منصبه بعد التصريحات التي أطلقها وهبي خلال لقاء تلفزيوني متهما فيها دولا خليجية بتصدير تنظيم داعش ودعمه. في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر في هذه المقابلة للإساءة إلى لبنان وللبنانيين، فإنني قد سبق أن أصدرت بيانين توضيحيين في شأن هذا الحديث، وقد تشرفت صباح اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال. وإلى التذكير بأبرز العناوين. شهداء في اعتداءات الاحتلال على غزة، والمقاومة تدك المستوطنات والمواقع العسكرية للاحتلال. جيش الاحتلال يعترف بفشل محاولتين لاغتيال قائد أركان القسام منذ بداية العدوان وعدد من قادة حماس. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة ويغلق سلوات غداة يوم دام في الضفة الغربية. تظاهرات في العديد من دول العالم تنديدا بالصمت الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية ودعما لخيارات الشعب الفلسطيني. الميادين.نت دائما للمزيد من الأخبار وباللغة الإسبانية español.الميادين.نت. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.